خلينا أروح لموضوع تاني، وهو المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، فتح أو مد فترة مد باب يو مد فترة باب التقديم في هذه المبادرة. طيب لحد إمتى؟ لحد 18 سبتمبر 2022. خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة ورئيس اللجنة التنظيمية على المستوى الوطني. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. إزاي صحة سيادة السفير؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. إيه طبيعة هذه المبادرة وليه فتحنا باب التقديم لحد يوم 18؟ أولا دي مبادرة حضرية، يعني دي تعتبر نقلة نوعية في تقديم المشروعات في مصر، وفي نفس الوقت أنا أحب أدي لك أول الفلسفة وراها. أيوه. عشان المشاهد برضو يعرف إيه بنتكلم على إيه بعدين نخش في التفاصيل. عظيم. هي قاطرة متقدمة نحو الاقتصاد الأخضر، وفي نفس الوقت نظرة مستقبلية لفلسفة الاقتصاد المصري، لأن النهاردة زي ما حضرتك عارف العالم كله بيتكلم على تغيير المناخ، بيتكلم على كوب 27 والتحضير ليه. صحيح. والعالم كله فيه تحديات، فبالتالي النهاردة الرؤية الجديدة اللي بنحاول من خلال المبادرة دي التوعية بيها، وإن نشرح للناس إيه هي الحلول. الحلول يعني المبادرة دي في الآخر هتنتج إيه؟ هتنتج حلول مصرية. ده الهدف، يعني نخش من ورا كده بعدين اقول لحضرتك خطوه خطوه. أوكي. هي بتدي جوهرها برضو التوطين الوطني للتنميه المستدامه، بس تشمل عموم الناس. هي مش مبادره عشان الحكومه تقدم مشروعات، لا، الحكومه لو عايزه تقدم مشروعات هتقدر تقدمها من خلال السبل بتاعتها. صحيح. دي بتدي فرصه لعموم الناس، المجتمع المدني، القطاع الخاص، المؤسسات في كل المحافظات. فهي بتربط ما بين المحلية والوطنية والعالمية. فبتقول ايه؟ بتقول والله هي مسابقة في نهاية المطاف، خلي بالك هي مسابقة. في نهاية المطاف في 18 مشروع هينجح من كل مصر وهيروحوا الكوب 27 امام العالم. كل العالم بيروح في الكوب 27 في شرم الشيخ عشان في يوم وفي كذا يوم اسمه يوم السولوشنز داي، يوم الحلول. يوم الحلول. بتيجي اليابان وبتيجي اوروبا وبتيجي امريكا، بتقول يا عالم احنا عندنا مشكلات وتحديات مناخية، طب ايه الحلول؟ فمصر بتقول لهم بصوا برضو احنا عملنا الجهد بتاعنا على المستوى الوطني من كل المحافظات، وادي الحلول اللي احنا بنقدمها. اليابان بتقدم، امريكا بتقدم، وهكذا. فاحنا دول سفرائنا، المشروعات دي اللي احنا بنبص عليهم. المبادرة بتقول ايه؟ بتقول والله كل من لديه القدرة انه يقدم مشروع ذو بعد اخضر وذكي. اخضر يعني ايه؟ الناس بتسأل اخضر يعني يكون فيه المكون، في حكايه استخدامات الطاقه ازاي؟ استخدام طاقه نظيفه، الانبعاثات والتلوث بيقللها، اداره المخلفات وتطبيق الاقتصاد الدوار، ازاي التكيف مع المتغيرات المناخيه؟ ذكي يعني ايه؟ ببساطه جدا ان بيستخدم حاجه تكنولوجيه، يعني بيستخدم ابلكيشن على التليفون، بيستخدم الانترنت، بيستخدم اللي بيسموها الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس، بيستخدم اي حاجه من دول، الاثنين الشرطين دول لازم يبقوا مع بعض. والحمد لله احنا سعداء ان في حماس كبير، والاخر النهارده في 3000 مشروع تقدم على منصة www.sgg.eg، كله تقدم عليها، بيخش اللي عنده المشروع بيشوف المحافظة بتاعته ويقدم عليها. في عندنا 3000 مشروع في 6 فئات، مشروعات كبيرة، اللي عنده مشروع كبير اللي هي فوق 50 مليون يتقدم، اللي عنده مشروع متوسط اللي آخر 50 ممكن، اللي عنده مشروع اللي هي غير هادف للربح، اللي عنده مشروع مش بس بيخدم الاخضر والذكي لكن المراه، يعني بيمكن المراه، بيساعد مجلس الاداره بتاعته في عدد المراه كتير، بيهدف اهداف المراه، ده برضه حياه كريمه. ثم حاجات ستارت اب وصغيره، فكل واحد بينافس على قده، على اساس ان هي في الاخر كل محافظه هتقدم 6 مشروعات. 6 مشروعات في 27 محافظه في مصر، 162 مشروع. هناخد ال 162 مشروع ده نعمل مؤتمر وطني في اكتوبر، ونامل يكون طبعا على مستوى عالي التمثيل. كل الله. المحافظات، كل محافظه تقول ادي 6 مشروعات بتوعي. ها. في كل الفئات دول السفراء بتوعي. من ال 162 دول هيحصل تقييم، ويتقدم نختار منهم 18 مشروع نروح بيهم للعالم في الكوب، نقول لهم والله اللي انتم بتسالوا فين المشروعات بتاعتكم عشان نمولها، قدموا لنا مشروعات كويسه، يا مؤسسات تمويليه دوليه، يا منظمات دوليه، يا قطاع خاص دولي، يا قطاع خاص محلي، مولوا عبقريه المشروعات دي. دي الفلسفه
بتاعتنا. وهو إيه بيت القصيد بصراحه يا سياده سفيع، لان كنت لسه هسال، طب وبعد كل ده هل هيتم دعم هذه المشروعات ماليا؟ فحضرتك بتقول لي احنا هنساعد المشروعات دي في ان احنا نجيب لها التمويل. اقول لحضرتك، اولا الفكره وراها ان انا بعمل توعيه. النهارده انت عشان تخش واحد بيقدم مشروع في المستقبل، مفاتيح القرن ده والقرن اللي جاي ان انت لما تفكر تعمل مشروع خلي بالك ما تنساش انظر بيه، ما تنساش اوصل التكنولوجيا. فده حمله توعيه لكل الناس، لمصر بتاخدها قاصره تقول له ده، فده اهم حاجه، اهم عنصر فيه. تاني حاجه ان هم طبعا حسب الفئه، يعني اوريدي عندنا سبونسرز وناس هيدوا جوائز، بجانب طبعا التقدير المعنوي والتقدير ان هو ده ان انت اللي كسبت، انت اللي طلعت من كل مصر. لكن لا، في الحتت مثلا بتاع المشروعات الصغيره في ناس هتساهم بحاجات بناء قدرات، شركات كبيره جدا عالميا في مجال التكنولوجيا هتديهم، زي هتدي الستارت اب هتديهم بناء قدرات وتعاون فني وهكذا. وفي كل فئه من الفئات هيبقى في جوائز وفي حاجات تمكن المشروع. خلي بالك برضو هي النقطه المهمه، احنا مش عايزين مشروعات نظريه، ده يوم حلول، يعني مش مشروع اكاديمي بحت، لا لازم يبقى تطبيقي، خاضع للتطبيق، قابل للتطبيق، بالظبط، قابل للتنفيذ. يكون المشروع قابل للتنفيذ وفي حلول، وبالتالي في فكره وممكن عايز يوسعه. يعني واحد عنده مشروع فعلا ناجح جدا فيتقدم لانه بيحل مشكله ملحه عنده في المحافظه بتاعته. هل 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 ده الشرط الوحيد يا سياده السفير، انه يبقى المشروع قابل للتطبيق؟ قابل للتنفيذ، يعني ما يبقاش حاجه اكاديميه، ممكن مشروع اوريدي منفذ على الارض. كويس، ده شرط، ده شرط من ضمن الشروط. ما يجيش مش قدم لي مشروع نظري مكتوب على الانترنت. فاهم. وده حاجه لا، لازم اخد خطوات. ايه هي بقيه الشروط المطلوبه يا سياده السفير؟ اللي هي زي ما بقول لحضرتك كده، انه بيلبي المعيار الاول هو المكون الاخضر، مكون اخضر، المعيار اللي احنا اتكلمنا عليه لان الطاقه النظيفه انبعاثاتها كذا، المعيار الثاني هو المعيار الذكي اللي هو تستخدم انواع من انواع التكنولوجيا، كل ده محطوط على اللينك اللي محطوط واضح لاي حد يخش فيه. حلو جدا. والمراه طبعا، مجلس القومي للمراه حط معايير، يعني انت طبعا عايز مشروع يكون اخضر وذكي وبرضه يخدم فئه كبيره من المراه. طبعا. دي المعايير. بكره هنستضيف كل ممثلين اللجان التنفيذيه على مستوى محافظاتنا، كل محافظه هيجي لها مشروعات. يعني ما شاء الله محافظه القاهره مقدمه لها دلوقتي بتاع 300 مشروع. اللجنه بس احنا بس قررنا نمد ليه؟ حضرتك بدات بالسؤال بتقول لي مديته ليه؟ صح. بدل من 7 ل 18، لقينا في طلب كبير جدا وكذا محافظ كلمنا وقال لنا ارجوكم مدوا، والناس بدات تتحمس. فقلنا ندي الفرصه عشان الناس كلها متحمسه وبدات تستوعب المبادره دي ان تقدم مشروعات، ان ال 3000 دول ممكن بيوم 18 سبتمبر يبقى 6000 هكذا. كل محافظه بقى بكره عاملين جايبين اللجنه التنفيذيه بتاعتها في القاهره، ندرب اللجنه ازاي يبص على المعايير عشان يبقى معايير واضحه برضه ليختار اللي بيكسب بسكورنج بنمر معينه. طب انت الاستدامه في المشروع قد ايه؟ قد ايه حقق منع التلوث؟ كل حاجه بتاخد نمر عشان يبقى فيه درجه من الكونسيستنسي في المشروعات دي كلها عند تقييمها. ده بنامل طبعا ان هي من يوم 18 هم هنقفل الباب، يدونا كلجنه وطنيه كل محافظة تدينا يوم 28 سبتمبر المشروعات الستة اللي اختارتها، نعمل المؤتمر الوطني في أكتوبر، نختار ال 18 مشروع سفراء مشروعات مصر اللي هي الحلول المصرية للعالم، ناخدها للكوب 27 في شرم الشيخ ونجيب لها بقى اللي مهتم بالموضوع ده في الأمن الغذائي، في المياه النظيفة، في الطاقة الشمسية، في الطاقة المتجددة، في اي انواع من الحلول اللي بتعرض المشروعات الخضراء هكذا. طب هل يا سياده السفير، يمكن ده يبقى اخر سؤال عشان ما اطولش على سيادتك، لكن هل في سقف مالي لحجم التكلفه الاستثماريه بتاعه المشروع؟ يعني اقول بحيث انه لا يتخطى كذا. لا، شوف، هو طبعا كل واحد حسب الفئه بتاعته. لو انت داخل في المشروعات متقدم، يعني في لسته قدامي انا كل يوم بتجيلي لسته عن المشروعات اللي داخله الكبيره، يعني اكبر فئه داخله فيها هي المتوسطه ثم المراه ثم الكبيره ثم في القانون المصري بيعرف ان المشروع الكبير هو اللي فوق 50 مليون جنيه، وبالتالي ان شاء الله يقدم مشروع ب 3 مليار. المهم المشروع ده في الاخر هيكسب
لما يكسب مش هنموله، لكن المشروع هتمول انت الحاجات الصغيره تدعمها، لكن مشروع عنده 3 مليار هتديله التقدير المعنوي، وهو يقدر بقى يروح يقول انا كسبت، انا كنت السفير الاول، انا طالع الاول في مصر في المجال ده، ياخد بقى اللي يروح للبنوك ونحن نقدر نساعده ونسهل له. احنا بنساعده في الاجراءات، لا في الاجراءات وفي فتح الابواب التمويليه. حلو. سواء محليا او دوليا. هايل. ان ده ريكوجنايز، ده بقى اصبح النهارده عنده شهاده تقدير ان هو ده في خيار من خيار من على المستوى المحافظات ومن على المستوى الوطني. طب معلش انا كده هضطر ازود سؤال بقى، يعني يمكن من يا رب يخليك يا فندم، مهمه وانا يهمني ان الناس يعني من خلال البرنامج القيم بتاع حضرتك. الله يخليك يا فندم العفو. اللي عنده مشروع للشباب، الشركات، المؤسسات، الباب اتفتح، فارجوكم تقدموا. بتجيني انا ناس بتكلمني بالتليفون بمشروعات من غير ذكر، يعني المشروعات رائعه بالنسبه للمستقبل، مش بس بتنظف البيئه، ده هو واحد يجي يقول لك انا هشيل المخلفات وانظف ما اعرفش اخد الزيوت ايه واعملها ريسايكلينج وادفع لك فلوس، عايز ايه اكثر من كده؟ يا سلام، مفيش احلى من كده. بس يمكن سؤالي هيبقى بعيد سنه، هي مساله مثلا العالم اصبح بيشتغل بمنتهى القوه على تطوير مثلا السيارات الكهربائيه والنقل عن طريق السيارات الكهربائيه وما الى ذلك، واي حد ممكن يعمل العربيه، لكن المشكله دايما في بطاريات العربيات دي. هل تقدم ليكم حد بمشروع متعلق بصناعه البطاريات بتاعه السيارات او خلافها من وسائل النقل الكهربائيه، ولا لسه ما فيش حد تقدم بده؟ شوف اولا طبعا احنا بنسمح للمحافظات، لكل محافظه بيبقى فيه بس شخصين اللي الاول في اللجنه اللي بيطلعوا على المبادرات، لان طبعا المشروعات والحاجات فيها حقوق الملكيه الفكريه برضه طبعا، لان خلي بالك برضه المبادره بتاعتنا دي غير مسبوقه عالميا، واحنا هناخدها في الامم المتحده عشان نقول لهم ما فيش دوله ثانيه بدأت تاخد هي من البوتوم اب ابروتش ده، ان انا ببدا من تحت لفوق. فالمشروعات دي اللي دلوقتي يقدر يشوفها اثنين بيمضوا اقرارات، ان احنا برضو بنشوف على المشروعات وهكذا والتدريب اللي بيتم. فاحنا ما طلعناش ما بتجيناش يعني، احنا ممكن نخش ونشوف، لكن بندي الفرصه الاول المستوى المحافظه اللي هو هيبدا يبص على المشروعات ويشوف ايه هي ويعمل بقى السكورنج اللي اتفقنا عليه. حلو. وبس عايز اقول لحضرتك حاجه، اتفضل. كله في الاخر كسبان ليه؟ لان طبعا احنا من خلال المبادره دي مش هتبقى السنه دي بس، يعني كل سنه، يعني السنه دي هنروح شرم الشيخ، السنه الجايه هنعمل مشروعات ناخدها الامارات، اللي وراها هناخدها استراليا، هكذا. وهيبقى لكل محافظ، كل محافظ يا فندم هيبقى ليه قاعده بيانات، هو تقدم له زي ما قلت لحضرتك مثلا القاهره اللي لها دلوقتي 300 مشروع، طب هو اختار سته، طب والباقي؟ لا، ما هو الباقي انا عندي قاعده بيانات، السنه الجايه ممكن اقدم ست حلوين، بس السابع والثامن والتاسع والعاشر والعشرين كل دول كويسين جدا. طيب يبقى انا عندي قاعده بيانات كمحافظ، اولا ناخدهم السنه الجايه، او لو حد ثاني فرصه معينه مهتم بحاجه معينه زي ما سيادتك قلت، يعني حضرتك قلت مثلا التكنولوجيا بتاع بطاريه العربيات، ممكن حد ثاني يهتم بحاجات الطاقه الشمسيه مثلا، يقول لك ما عندكش مشروع ناجح في المجال ده عشان انا مهتم بيه، يقول له اتفضل يا سيدي. فهي يعني حاجه حضاريه ان الشباب بتاعنا يفكر زي ما بيقولوا تغيير الفكر، تبدا تملي مصر بتتقدم والقياده السياسيه تدفع مصر تتقدم من خلال تقديم مبادرات تزق المجتمع للامام، لان بتبدا الاول الفقر بتاع الفكر هو اخطر من الفقر الحقيقي طبعا، فدي بتدي فكر جديد وبتغير زي ما بيقولوا المايند سيت. المايند سيت اهم حاجه، لان انت لما تبص على المستقبل تبص من خلال لينز من نظارات ايه؟ نظارات بيئيه ومناخيه وتكنولوجيه وهكذا، هي دي المفاتيح. صح. واحنا عايزين نمكن الشعب من خلال اديله المفاتيح اللي يخش بيها القرن ال 21. اخيرا عشان ما اطولش على حضرتك، لا يا فندم بالعكس، حضرتك وقتك اثمن بكتير، لا وقت حضرتك اكثر بكتير، لا ابدا طبعا. فبقول لحضرتك الاتحاد الاوروبي اوريدي بيمنع ان انت تستورد يدخل فيه منتجات لو طالعه من مصانع ما بتحافظش على البيئه. بالظبط، انا ما اقدرش اصدر حاجه دلوقتي للاتحاد غير لو كانت هي متفقه في طريقه التصنيع، مش بس المنتج النهائي. بالظبط، انها تبقى متفقه مع الاشتراطات بتاعه الاتحاد بيئيا. بالظبط. فانا النهارده بقى بقول له كمان انت مش مجرد هتحافظ على البيئه، لا ده انت كمان هتكسب. صح. وتقدر تمكنك، واقدر يعني هي زي ما بيقولوا مكسب مكسب مكسب، وين وين في كله. مش معناه ان انا بعمل الطاقه النظيفه
او البيئه او الذكي معناه ان انا بضحي بالناحيه الاقتصاديه، لا اطلاقا. ده من ضمن التقييم بتاع المشروع قد ايه لاثر على المجتمع وقد ايه بيكسب، وانه قد ايه برضه ان النموذج الاقتصادي المالي بتاعه ناجح. صح صح 100% صح 100%. استاذ سفير انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، وشكرا جدا على يعني تقديرك الكبير لينا. كل الشكر لسياده السفير هشام بدر المنسق العام للمبادره ورئيس اللجنه التنظيميه على المستوى الوطني. انتوا عارفين يا جماعه الواحد يقعد يفكر كده، اصل انا فعلا انا من الناس يعني انا زي كل نفسي اشتري عربيه كهرباء وحاجات زي كده، وبعدين اقعد اقرا على موضوع تصنيع العربيات الكهرباء، فوصلت لحقيقه على ما يبدو هي معروفه، المساله مش في العربيه، يعني تصميم العربيه وتصميم الموتور سهل، كويس؟ يفضل لنا دايما حاجتين بالمناسبه يعني. في العربيات الكهرباء بالتحديد. اول حاجه هي نظام التعليق بتاعها، السسبنشن سيستم بتاعها ده، كويس؟ لانه اي عربيه جزء مهم جدا فيها هو نظام التعليق، اللي هو المقصات والمساعدين وكل الحاجات اللي انت بتسمع عنها دي. دي اللي بتضمن استقرار العربية على الطريق. طيب قبل لك العربيات الكهرباء دي عربيات سريعة وتسارعها مذهل، يعني بزت بتجري كده. طيب فلنزب عربيات آمنة ومستقرة، ده واحد. طيب سهلة. المشكلة فين؟ في البطارية. طب ايه المشكلة في البطارية يا عم يوسف؟ اولا لازم تبقى البطارية خفيفة قدر الامكان عشان ما تتقلش وزن العربية اكتر مما يجب، لان كل ما هتتقل ده معناها انها هتحتاج طاقة اكتر عشان تحرك الوزن ده. ادي نقطة. النقطة التانية بقى وهي الاهم، السعة التخزينية بتاعت البطاريات. كلما زادت السعة التخزينية بتاعت العربية كلما استطاعت العربية انها تقطع كيلومترات اطول، ودي التكنولوجيا الاصعب والاهم في صناعة السيارات الكهربائية في العالم.